أكد رئيس البرلمان العربي دكتور مشعل بن فهم السلمي أن وثيقة الأمن المائي العربي التي أصدرها البرلمان العربي في دورته الأخيرة هدفها دعم الدول العربية في الحصول على حقوقها المائية. وقال السلمي أن الهدف من وثيقة الأمن المائي العربي هو معالجة تحديات الأمن المائي العربي سواء الطبيعية أو البشرية في الدول العربية، وذلك من خلال وضع الأطر القانونية والتنموية للمحافظة على موارد المياه المتاحة في الدول العربية وترشيدها. وشدد رئيس البرلمان العربي على أن الوثيقة تهدف أيضا إلى الحفاظ على الحقوق السيادية للدول العربية من موارد المياه المشتركة مع الدول الأخرى، وذلك وفقا لمبادئ المعاهدات والقوانين الدولية وبالاتفاقيات المبرمة بين الدول.